طلاب الأعزاء، النهاردة لينا ميعاد مع محاضرة جديدة من محاضرات الـ Introduction to Anatomy، والنهاردة هنتناقش مع بعض إن شاء الله في موضوع الـ Joints أو المفاصل المختلفة. لما نيجي نتكلم على الـ Joints هنسأل نفسنا في الأول What is a joint؟ إيه هو المفصل؟ هنقول the joint is the site where two or more bones meet، مكان التقاء عظمتين أو أكتر، or it is the site of meeting of a bone and the cartilage، يعني المفصل إما التقاء عظام مع بعض أو التقاء عظام مع غضاريف. Some joints show movements، بعض المفاصل بيظهر فيها حركة، and others have no movements، بعض المفاصل موجودة ولكن ما فيهاش حركة واضحة. ده تعرفنا للمفصل أو what is a joint. لما نيجي نشوف types of joints، وده موضوع مهم جدا، هنقول the joints are classified according to their structure and mobility، يعني هنصنف الجوينتس لثلاث أنواع حسب التركيب بتاع المفصل وحسب الحركة اللي فيه. There are three types of joints، ثلاث أنواع رئيسية للجوينتس. أول نوع هو fibrous joints أو المفاصل الليفية. النوع الثاني cartilaginous joints أو المفاصل الغضروفية. ثالث نوع هو synovial joints، وده النوع الأكثر اهتمام بالنسبة لنا واللي بيحصل فيه معظم movements أو الحركات. So the joints that we have are either fibrous joints، number 2 cartilaginous joints، and number 3 synovial joints. أول نوع هنتكلم عنه هو fibrous joints. In the fibrous joints the articular surfaces، articular surfaces يعني surfaces اللي بتتقابل مع بعض عشان تعمل المفصل. The articular surfaces of the bones are joined by fibrous tissue، يعني العظمتين مربوطين مع بعض بنسيج ليفي، عشان كده سميناهم fibrous joints. يبقى الفايبرس جوينتس هنلاقي فيها الارتيكولار سيرفيسز اوف ذا بونز ار جوينت او كونكتد توجذر باي فايبرس تيشو. الموفمنت في الفايبرس جوينتس اخبارها ايه؟ ذا موفمنت از فيري ليتل موفمنت از بوسيبل، فيري ليتل موفمنت از بوسيبل، يعني لو في موفمنت هيبقى الموفمنت فيري ليتل او ممكن ما يكونش في موفمنتس اطلاقا. What are the examples of the fibrous joints؟ هنلاقي الفايبرس جوينتس في جسمنا في ثلاثة examples فقط. أول حاجة sutures of vault of skull، number 2 inferior tibiofibular joint، number 3 joints between the teeth and the jaws. تعالوا نشوفهم كده مع بعض. أول نوع من الفايبرس جوينتس هم sutures of the skull. لو مسكنا السكال هنلاقي السكال معمولة من several bones، وما بين كل بون والتانية في خط زي الزجزاج كده. هذا الخط اللي زي الزجزاج اللي رابط البونز بتاعت السكال مع بعض بسمي دول sutures of the skull. ده أول نوع من الفايبرس جوينتس sutures of the skull. طيب هل السوتشرز دي بيحصل لها اوسيفيكيشن؟ ايوه، in the old age these sutures may ossify، يعني لو شفنا سكال بتاعت حد old aged عايش لغاية ما بعد السن الستين مثلا ممكن نلاقي السوتشرز دي اما مش موجودة لانها اختفت حصل لها اوسيفيكيشن او تحولت لبون، او بعض السوتشرز القليلة هي اللي موجودة. يبقى اول نوع من الفايبر جوينتس هم السوتشرز of the skull and they ossify by age. الاكزامبل الثاني بنسميه سيندزموزس، اللي هو مين؟ اللي هو الانفيرير تيبيو فيبولار جوينت. تيبيو فيبولار يبقى جوينت بين التيبيا والفيبولا، وانفيرير ليه؟ لانه بيربط اللور اند اوف ذا تيبيا وذ ذا لور اند اوف ذا فيبولا. لو عندنا هنا الليج هنلاقي هنا الانفيرير تيبيو فيبولار جوينت كونكتنج the lower end of the tibia with the lower end of the fibula. هذا النوع بنسميه syndesmosis. And the two bones are connected by strong fibrous tissue. يعني اللي رابط ال two bones مع بعض أو الجوينت نفسه عبارة عن إيه؟ strong fibrous tissue بسميه interosseous ligament. inter يعني ما بين، osseous يعني بون، فinterosseous ligament يبقى الليجمنت اللي بين البونز أو الليجمنت اللي بين العظمتين. which does not ossify. هذا الجوينت does not ossify، يعني هيفضل fibrous tissue طول العمر. وقلنا الاكزامبل هو الانفيرير تيبيو فيبولار جوينت.
ومهم جدا ان احنا يكون عندنا الانفيريور تيبيو فيبر جوين ده فيري سترونج فايبرس تيشو، ما يكونش فيه موفمنت لان البودي ويت نازل على هذا المفصل، وبالتالي مهم جدا ان احنا نفضل مثبتين اللور اندز اوف ذا تو بونز توجذر عند اللور بارت اوف ذا ليج. يبقى اتكلمنا في الفايبر جوينتس على اول نوعين، ذا سوتشرز اوف ذا سكال في قمه الجسم، ذا انفيريور تيبيو فيبر جوينت ان ذا لور end of the body. الاكزامبل الثالث بنسميه جومفوزس. جومفوزس ده عباره عن ايه؟ فايبر جوينتس بين ذا روتس اوف ذا تيث اند ذا جوز. يعني لما نلاقي هنا ادي درس او سنه من الدروس او الاسنان متثبته بالفك بفايبرس تيشو بسمي ده جومفوزس جوينت. سو ات از فايبر جوينت بين ذا روتس اوف ذا تيث اند ذا جوز. الفك العلوي جزء من عظمة في السكال اسمها ماكزيلا، والفك السفلي هو المندبل. So the gomphosis أو الفايبر جوينتس عبارة عن جوينتس between the roots of the teeth and the jaw، either the maxilla in the upper teeth أو المندبل in the lower teeth. هذه الجومفوزس جوينتس دي do not ossify، هتفضل fibrous tissue طول العمر. يبقى معنى كده ان النموذج الوحيد which may ossify with age في الفايبر جوينتس هما السوتشرز اوف ذا سكال، لكن السندزموزس اند الجومفوزس دي do not ossify. The ligaments are held together in bony sockets. يعني هنا الليجمنتس بتثبت العظام في الجيوب بتاعتها اللي موجوده في الفك. And these are movable joints يعني ما فيهاش حركه. لو حصل ان سنه او درس تلخلخ في مكانه او في حركه، يعني هذه اللوث تيس او المتحركه تعني باثولوجي، تعني ان في مرض في الفك او الاسنان، ولكن نورمالي ذا تيس ار بروبرلي فيكسد ويذ نو موفمنتس. يبقى ده النوع الثالث من الفايبر جوينتس وهو الجومفوزس. طيب يبقى تاني عشان نفتكر، الفايبر جوينتس عباره عن بونز كونكتد توجذر باي فايبرس تيشو. اول نموذج كان السوتشرز اوف ذا سكال بتوين ذا ديفرنت بونز فورمينج ذا سكال، اند ذيس سوتشرز مي اوسيفاي باي ايج. النوع التاني هو السندزموزس اللي هو الاكزامبل بتاعه انفيريور تيبيو فيبولر جوينت. ذا بونز ار كونكتد توجذر باي سترونج فايبرس تيشو او انتر اوسيس ليجمنت، ذيس joint does not ossify. والنوع الثالث هو الجومفوزس between the teeth and the jaws, and these joints show no movement فش حركة اطلاقا، ولو في حركة يبقى في مرض. ثانيا they do not ossify. النوع الثاني من الجوينتس the cartilaginous joints. هنا the articular surface of the bones are joined by cartilage. يبقى قصة سهلة، الفايبر جوينتس الارتيكولار سيرفيس كونكتد باي فايبرس تيشو، اند ذا كارتليج جوينتس ذا ارتيكولار سيرفيسز ار جويند باي كارتليج. يعني العظمتين متثبتين مع بعض بغضروف. هنلاحظ ان الكارتليجن جوينتس نوعين، النوع الاول برايمري كارتليجن جوينت، والنوع الثاني سكندري كارتليجن جوينت. يبقى احنا عندنا برايمري كارتليجن جوينت اند سكندري كارتليجن جوينت. طيب محتاجين نعرف ايه الفرق بين الاثنين. In the primary cartilaginous joint, the articular surface of the bones are connected by hyaline cartilage. احنا عندنا الكارتليج انواع، في نوع شائع جدا هو الهايلاين كارتليج، وعندنا نوع تاني هو الوايت فايبرو كارتليج. هنشوف النوعين دول مع بعض النهاردة. فهنا في البرايمري كارتليج جوينت ذا ارتيكولار سيرفيس اوف بونز ار كونكتد باي هايلاين كارتليج. يبقى الكارتليج اللي هيبقى بين البونز هيبقى هايلاين كارتليج. They does not allow movements. يعني البرايمري كارتليجن جوينت ده ما فيهوش موفمنتس. النقطة المهمة جدا ان البرايمري كارتليجن جوينتس اوسيفاي وذ ايج. يعني في مرحلة من مراحل العمر هيحصل اوسيفيكيشن للكارتليج ويتحول الى بون. عشان كده بنوصفهم ونقول ان these are temporary joints، يعني مفاصل مؤقتة مش موجودة طول سنوات العمر. With old age ممكن يحصل ossification لهذه primary cartilage joint. ونفتكر كده ان ده هيبقى الفرق الاساسي والاهم اللي بيميز primary cartilage joint عن secondary cartilage joint اللي هنجيلها بعد شوي. So the primary cartilage joint ossify with age. ايه examples؟ joints between first costal cartilage and sternum. احنا قلنا الريبس الجزء اللي شابك في الاسترنم بتاعها بنسميه costal cartilage. الريب هنا لما يجي يشبك في الاسترنم اخر جزء منه عبارة عن cartilage اسمه costal cartilage.
فالجوينت اللي بين الفيرست كوستال كارتريج بتاع الفيرست ريب اند سترنم، الجوينت اللي هنا ده كده، ده هيبقى برايمري كارتريجنس جوينت. وايضا ذا جوينتس بتوين ذا ريبز اند ايتس كوستال كارتريج، يعني الجوينت اللي هنا اللي بين الريب والكوستال كارتريج ده برضو برايمري كارتريجنس جوينت. يبقى الجوينت اللي بين الفيرست كوستال كارتريج فقط والسترنم، والجوينتس اللي بين الكوستال كارتريج والريبز دي برايمري كارتريجنس. نوع ثالث مهم هو الابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال بليت اوف كارتليج دي اتكلمنا عنها في محاضره البونز المحاضره اللي فاتت، لما قلنا انها بتبقى موجوده بين الابيفيسس والدايفيسس وبتسمح باستطاله البون، لكن قلنا ان عند سن معين الابيفيزيال كارتليج دي هيحصل لها اوسيفيكيشن، وهنا هتتوقف البون عن النمو في الاستطاله. عشان كده بنقول الابيفيزيال كارتليج بتوين ذا ابيفيسز اند ذا ميتافيسز، اللي هي اقرب حته من الدايفيسز للكارتليج اوف لونج بونز، ولان قلنا ان دي الابيفيزيال كارتليج عند سن معين هيختلف من شخص لاخر ومن ميل لفيميل، لكن قلنا في الاغلب ما بين سن من 16 ل 21 تكون كل الابيفيزيال كارتليج دي حصل لها اوسيفيكيشن، وبالتالي هي كارتليج بيحصل لها اوسيفيكيشن، فهي برايمري كارتليجن جوينت وهي تمبري جوينت زي ما اتفقنا. رابع اكزامبل للبرايمري كارتليجن جوينت، جوينتس بتوين بونز اد سكال بيز، ده القاع بتاع الجمجمه بيبقى في بعض المناطق فيه كارتليج، زي في المنطقه هنا دي تقريبا بيبقى فيه كارتليج ذات اوسيفايز ويد ايج، ممكن يحصل لها اوسيفيكيشن عند سن 20 او 25 سنه الكارتليج اللي موجود في البيز اوف ذا سكال، فبرضه ده يعتبر تمبري جوينت تبع البرايمري كارتليجنس جوينتس. طيب يبقى اتكلمنا على انواع البرايمري كارتليجن جوينتس والاكزامبلز المختلفه بتاعتها. تعالوا بقى نتكلم عن النوع الاخر الاكثر اهميه اللي هو السكندري كارتليجن جوينت. هنا ذا ارتيكولار سيرف ذا بونز ار كونكتد باي دنس وايد فايبرو كارتليج. هنا اختلفنا بقى، احنا كنا في البرايمري كارتليجنز بنقول ان الكارتليج اللي بيربط البونز هاي لاين، لكن هنا معظم الكارتليج اللي هيربط البونز هيبقى وايد فايبرو كارتليج، which is the strongest type of cartilage in our body. الحاجة التانية it allow limited movement، هتسمح بالحركة، هي مش حركة كبيرة قوي لكن هتسمح بليميتد موفمنتس. It rarely ossifies، دي بقى permanent joint، دي الفرق الكبير ما بين primary والsecondary، ان primary cartilaginous joint usually ossify with age، اما secondary cartilaginous joint it rarely ossifies، very rarely ان احنا نلاقي secondary cartilaginous joint بيحصل له ossification، وبالتالي these are permanent joints. افتكروا احنا قلنا على primary cartilaginous انهم temporary joints. secondary cartilaginous joint في حاجة كبيرة مهمة تميزهم، mostly they are midline joints، يعني غالبا دول joints في الميدلاين في منتصف الجسم. ايه الاكزامبلز بتاعت السكندري كارتليجن جوينت؟ اهم اكزامبل السكندري كارتليجن جوينت هما الانتر فيرتبرال ديسكس بين ذا فيرتبرال بوديز، احنا قلنا بين الفيرتبرال بوديز في انتر فيرتبرال ديسك عبارة عن كارتليج، فده اكتر اكزامبل واهم اكزامبل السكندري كارتليجن جوينت ذا انتر فيرتبرال ديسك بين ذا فيرتبرال بوديز. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا ان لو الديسك ده اتحرك من مكانه وعمل انزلاق غضروفي بنسميه ديسك لانه هو اسمه انتر فيرتبرال ديسك، او بنسميه انزلاق غضروفي لانه حركه لهذا الغضروف اللي موجود بين ذا فيرتبرال بوديز. ده الاكزامبل الاهم ما بين البوديز اوف ذا فيرتبري، وطبعا دول في الميد لاين. طب عندي ايه تاني؟ سيمفسيس بيوبس. السيمفسيس بيوبس ده موجود فين؟ بتوين ذا بيوبيك بونز، دول الهيب بونز عظام الفخذ، في هنا مفصل بين البيوبيك بونز اوف ذا هيب بون، ده اسمه سيمفسيس بيوبس. اكزامبل الثالث سيمفسيس منتاي، ده بيبقى في منتصف الفك السفلي، سيمفسيس منتاي في منتصف الفك السفلي، ودايما منتل تعني التشين او الدقن، فاي حاجه ناحيه الدقن بنسميها منتل. نمره 4 between the manubrium and body of sternum، احنا عندنا ده الاسترنم، والاسترنم formed of three parts. الابر موست بارت الجزء العلوي منه اسمه manubrium، الجزء الكبير بتاعه اسمه body، الجزء المدبب التحتاني ده اسمه xiphoid process. ففي جوينت بين المانوبريوم والبودي هنا، ده secondary cartilage joint، وفي joint بين البوديو والزيفويد بروسس هنا،
the secondary cartilaginous joint. خدوا بالكم ان الجوينتس اللي بين ذا ديفرنت بارتس اوف ذا بودي اوف ذا ستيرن والسيمسز منتاي والسيمسز بيوبس وقبل كده الانترفيرتيبرال ديسك كلهم موجودين فين؟ في الميد لاين. سو ذي ار موستلي ميد لاين جوينتس. ده النوع الثاني من الكارتلاجين جوينت، ذا سكندري كارتلاجين جوينت. نيجي للنوع الثالث والاهم والاكثر شيوعا في جسمنا واللي بيحصل فيه معظم الحركات، وهو ايه؟ السينوفيال جوينتس. The synovial joints are free removable joints، يعني دول الجوينتس اللي بيحصل فيهم الحركة. طيب عايزين نعرف what is the structure of the synovial joint. هنفترض دول two bones هيتقابلوا مع بعض وعملوا synovial joint ما بينهم. أول حاجة موجودة في السينوفيال جوينت ده articular cartilage. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي دي البون اللي هتدخل في المفصل وقصادها بون تانية تدخل في المفصل، لازم البون دي اللي هتشارك في المفصل والبون دي السطح ده اللي هيعملوا التحام مع بعض أو مفصل مع بعض لازم يتغطى بكارتلج، وهنسمي هذا كارتلج articular cartilage. يبقى articular cartilage عبارة عن كارتلج بيغطي سطح العظمة اللي هيشارك في المفصل او اللي هيتقابل مع عظمة تانية. يبقى اول حاجة موجودة في structure of the synovial joint the articular cartilage، بنقول covering the articular surface، السطح اللي هيعمل المفصل مع العظمة الاخرى. So these are the articular cartilage. تاني حاجة في the structure of the synovial joint ان the synovial joint is surrounded all around by fibrous capsule. السينوفيال جوينت ده هيبقى متحوط بايه؟ فايبرس كابسول. كان بحط الجوينت جوه كوره حواليه، والكوره اللي حواليه اللي محوطاه دي الفايبرس كابسول. نمبر 3 هلاقي سينوفيال ممبرين. السينوفيال ممبرين ده هيعمل ايه؟ السينوفيال ممبرين اللي هو ده، من الواضح ان السينوفيال ممبرين بيبطن الكبسول من الداخل. يبقى السينوفيال ممبرين لاينز ذا كبسول فروم انسايد. السينوفيال ممبرين ده يعمل حاجة تاني. لو تاخدوا بالكم السينوفيال ممبرين هنا هيجي هنا يغطي البون دي. البون دي جوه الكبسول، يعني جوه الجوينت، بس مش متغطية بالارتيكلر كارتلج. فالحتة البون اللي جوه الجوينت مش متغطية بارتيكلر كارتلج نغطيها بسينوفيال ممبرين. عشان كده هنقول ايه؟ هنقول ده سينوفيال ممبرين lines the fibrous capsule from inside and it covers the intracapsular non-articular bone. يعني هي بتغطي intracapsular يعني جوه الكبسول، non-articular يعني مش داخله في الارتيكوليشن. يبقى synovial membrane بيعمل حاجتين مهمين: lines the fibrous capsule from inside and covers the intracapsular non-articular surfaces of bones. Number 4, the synovial joint is filled with synovial fluid. مليان في كل الكوالي كافيتي، المنطقة دي كلها دي الكافيتي بتاعته، وهيبقى مليان بسينوفيال فلويد. ناخد بالنا ان السينوفيال جوينت هو النوع الوحيد من الجوينتس اللي ليه كافيتي. يعني في الفايبر جوينتس او الكارتلاجينس ما كانش فيه كافيتي، ولكن السينوفيال جوينت هو الجوينتس الوحيد اللي ليه كافيتي. So the cavity of the synovial joint is filled with synovial fluid. طيب واحنا بنتكلم على السينوفيال جوينت بنقول احنا قلنا ان هو surrounded all around by capsule. The capsule may be thickened to form capsular ligaments. يعني ممكن الكبسول يتخن في بعض المناطق عشان يعمل أربطة، وبالتالي والأربطة طبعا دي بتبقى مهمة جدا عشان تمنع هذا المفصل ان يحصل له مشكلة او ان هو يحصل له خلع، بتساعد على تثبيت المفاصل. So the capsule may be thickened to form capsular ligaments. ممكن يعمل لي ligaments عبارة عن تخانات في الكبسول تعمل capsular ligaments. The accessory ligaments may be outside the joint. يعني ممكن الاقي ligaments خارج المفصل خارج الكبسول، دي هتبقى extra capsular ligaments زي medial and lateral collateral ligaments of knee. يعني عند الركبة في رباطين من الداخل والخارج، الرباط الداخلي للركبة والرباط الخارجي للركبة، دول بيعتبروا accessory ligaments outside the joint. وأيضا في مفصل الركبة عندنا ligaments inside the joint زي الكروشيت ligaments inside the knee joint.
دول برضو اكزامبل لليجمنتس بس دول جوه الكبسول انترا كابسولار ليجمنتس زي الكروشيت ليجمنتس او الرباط الصليبي اللي موجود جوه الركبه. يبقى معنى كده ان الليجمنتس اللي ممكن تكون عندي في المفصل ايه؟ اما تكون تخانات في الكبسول نفسه فسميها كابسولار ليجمنتس، واما تكون ليجمنتس اوتسايد ذا كبسول هتبقى اكسترا كابسولار ليجمنتس زي الميديال واللاترال كولاترال ليجمنتس اوف ذا ني، او تكون انترا كابسولار ليجمنتس جوه الكبسول زي الكروشيت ليجمنتس انسايد ذا ني جوينت. طيب تعالوا نرجع مع بعض كده للستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت تاني ونحاول نفتكر ايه الاجزاء اللي احنا قلناها عليه. قلنا لو تفتكروا كده ان اول حاجه هنقابلها ايه؟ ايه اللي مغطي الارتيكولار سيرفيسز؟ قلنا اللي هيغطي الارتيكولار سيرفيس زي ما اتفقنا، انا لو عندي هنا ادي الارتيكولار سيرفيس، الارتيكولار سيرفيس هيتغطى بايه؟ هيتغطى بالكارتج، ده ارتيكولار كارتج. طيب لو بصينا على الجوينت، ايه اللي محوط الجوينت فروم اوتسايد؟ ذا جوينت از سراوندد فروم اوتسايد باي ايه؟ قلنا ايه اللي بيحوط الجوينت فروم اوتسايد؟ ذا جوينت از سراوندد باي ذا جوينت كبسول. طيب تالت حاجه قلنا ذا كبسول از لايند باي ستراكشر فروم انسايد. ايه الستراكشر لايننج ذا كبسول فروم انسايد؟ ذا كبسول از لايند فروم انسايد باي ذا سينوفيال ميمبرين. وقلنا اخيرا الجوينت لي كافيتي اند ذا كافيتي تو ذا جوينت كافيتي از فيلد ويز ذا سينوفيال فلويد. طيب ده الستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت زي ما اتكلمنا فيه. طبعا الشولدر جوينت ده اكزامبل مهم جدا للسينوفيال جوينت. هنلاحظ فيه برضو ادي الارتيكولار كارتليج كفرنج ذا ارتيكولار سيرفيسز، ده الارتيكولار كارتليج. هنلاحظ فيه الفايبرس كبسول سراوندينج ذا جوينت فروم اوتسايد، هنلاحظ فيه سينوفيال ميمبرين مبطن الكبسول فروم انسايد، وزي ما اتفقنا هيبقى ليه كافيتي. بنقول ملاحظة إضافية كمان، some synovial joints contain intracapsular structures. يعني إذا كان بالستركشر العام اللي اتكلمنا عنه بالنسبة للسينوفيال جوينتس في بعض الإضافات. هنقول إن some synovial joints contain intracapsular structures، يعني في structures إضافية جوه الكبسول of the joint. الانتراكابسول structures هتكون حاجة من اتنين، يا cartilage يا تندون لمصل. فممكن يكون جوه الكبسول كارتيلاجين ستراكشر اضافي هنسميه ديسك، هنسميه ديسك لو بنتكلم على الستيرنو كلافيكولار جوينت، يعني الجوينت اللي بين الستيرنوم والكلافيكل ده اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت، جواه كارتيلاج اضافي جوه الكبسول بنسميه ديسك. ونفس الكارتيلاج ده لو موجود جوه الني هنسميه منيسكس، يعني جوه الني بيبقى فيه كارتلج اضافي هنا وبيبقى فيه كارتلج اضافي هنا بسميه منيسكس. يبقى الكارتلج الاضافي اللي جوه الكبسول سميناه ديسك لو بنتكلم على الاسترنو كلافيكولار جوينت، وهنسميه اسم اخر منيسكس لو بنتكلم عن ني جوينت، ولو بنتكلم على الشولدر جوينت مفصل الكتف او الهيب جوينت مفصل الحوض زي هنا هسميه ليبرم. ليبرم يعني شفه، الشفة دي او الليبرم هنلاقيها موجودة in the hip joint او in the shoulder joint. So some synovial joints may contain intracapsular structures. The intracapsular structure اضافي اللي ممكن نلاقيه جوه الجوينت قلنا قد يكون cartilage زي الاسترنوكلافيكولار جوينت، وشفنا في cartilage اسمه ديسك، او في الني جوينت قلنا هنسميه منيسكس، او في الشولدر والهيب جوينت هنسميه ليبرم. ممكن الانتراكابسول ستراكشر الاضافي ده يكون تندون اوف ماسل، تندون اوف ماسل يعني هيكون وتر عضله زي اللونج هيد اوف بايسبس. البايسبس هي العضله اللي في الفرونت اوف ارم، ولانها ليها تو هيدز فهي اسمها بايسبس، باي يعني تو، سبس يعني ليها تو هيدز، ليها لونج هيد وشورت هيد. اللونج هيد بتاعتها بتبقى جوه الشولدر جوينت. يبقى الاكزامبل الثاني للانتراكابسول ستراكشر اللي ممكن الاقيه جوه الجوينت هو التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس انسايد ذا كبسول اوف ذا شولدر جوينت. طيب نيجي بقى الموضوع مهم جدا، احنا عرفنا الستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت، محتاجين نعرف ذا تايبس اوف ذا سينوفيال جوينت.
The synovial joints are classified according to the axes around which the movements occur. يبقى أول فاكتور بيحدد لي أنواع synovial joints هما المحور اللي بيحصل عنده الحركة. وأيضا according to the shape of the articular surface. وكمان العامل التاني اللي بيحدد أنواع synovial joints هو شكل الarticular surface أو البون اللي هيعمل هيشارك في المفصل. أول نوع من synovial joints اليوني axial joints. يوني يعني واحد، axial يعني الحركة في محور واحد، فلو الموفمنت around one axis هنقول ده يوني axial joints. لو الموفمنت around two axes، لو حركة المفصل في محورين، هنوصف الجوين ده ونقول باي axial joints. لو المفصل ده بيعمل حركات في أكتر من محورين هنسميه مالتي أكزيال أو بولي أكزيال جوينت، عديد المحاور، موفمنت أراوند مور ذان تو أكسيز. يبقى يوني أكزيال جوينتس موفمنت أراوند وان أكسيز، باي أكزيال جوينتس موفمنت أراوند تو أكسيز، مالتي أكزيال أو بولي أكزيال جوينتس موفمنت أراوند مور ذان تو أكسيز. هنبتدي نتكلم مع بعض على اليوني axial joints. فأول نوع اليوني axial joints يعني الحركة هتكون في محور واحد. الاكزامبل هنا ايه ونشوفه مع بعض. movements occur around one axis only، عشان كده سميناهم uni axial joints. اول نوع في اليوني axial joints هو الهينج joint. هينج يعني مفصلي. هنا الحركة أخبارها إيه؟ movement across transverse axis، الحركة حوالين محور عرضي زي الإلبو جوينت. يعني أنا لو جيت شفت الإلبو جوينت، الإلبو جوينت أنا هعمل فيه إيه؟ flexion وإكستنشن، flexion وإكستنشن، ففي محور عرضي بعمل عنده الحركة، وبالتالي هسميه hinge joint. الحركة في محور عرضي زي الإلبو جوينت، وهو عشان كده هيسمح only بفليكشن and extension. It allows only flexion and extension. يبقى أول نوع من أنواع اليوني axial joints اللي الحركة فيها في محور واحد فقط هو الهين joint. الهين joint بيعمل حركة حوالين محور عرضي زي الإلبو joint. بيحصل فيه إيه؟ flexion and extension. محور عرضي وبعمل عنده flexion و extension وبس. النوع التاني من اليوني axial joints ده بسميه ايه؟ ده بسميه pivot joint. rotation across longitudinal axis. ده allows only rotatory movements. زي ايه؟ زي superior radio ulnar joints. في مفصل ما بين او في كذا مفصل ما بين الريديس والالنا اسمهم radio ulnar joints. بعمل فيهم ايه؟ الحركة دي اللي هي البرونيشن، والحركة دي اللي هي السوبينيشن. في البرونيشن اند سوبينيشن المحور طولي وبلف حواليه كده، اذا الحركة حول محور طولي، عشان كده سميتهم pivot joint. الاكزامبل هو الريديو ulnar joints. وايضا كمان الميديان اطلانتو axial joint. دول ايه دول؟ دي الفيرست سيرفايكال فيرتبرا اسمها اطلس، ودي السكند سيرفايكال فيرتبرا اسمها اكسس. الاكسس دي بتطلع عظمه كده والاطلس بتلف حواليها، فكان الاكسس كده والاطلس بتلف حواليها. اذا في محور طولي بلف حواليه. ده اللي بيحصل لما بعمل الحركه دي، لما بلف براسي كده او بلف براسي كده، بيحصل حركه طوليه او حركه حوالين محور طولي. يبقى لو الحركة حصلت حوالين محور واحد بس حوالين longitudinal axis أو محور طولي هسميها pivot. قلنا الإكزامبلز بتاعتنا هي radio ulnar joints اللي بنعمل عندها حركات البرونيشن والسوبينيشن، وأيضا الميديان أطلانتو axial joint اللي هو هيكون ما بين الأطلس and axis which are the first and second cervical vertebrae. ممكن مع اليوني axial joint نحط knee joint. knee joint ده بنعتبره bicondylar joint او modified hinge. يعني ايه؟ هو knee joint احنا بنعمل فيه ايه؟ بنتني knee flexion وبنفرد knee extension،
ولكن مع الفليكشن اكستنشن هنعرف بعد كده بالتفصيل ان بيحصل سلايت روتيشن، حركه مكمله للعظام في الحركه بتاعتها عشان تكمل الحركه، بيحصل سلايت روتيشن، التيبيا تلف ميديالي سنه ولاترالي سنه. طب وبعدين نسميه ايه ني جوينت؟ لانه حصل فيه فليكشن واكستنشن بس سميناه ايه؟ هينج. بس عشان شويه الروتيشن الاضافيه اللي حصلت فيه سميناه موديفايد هينج. يبقى النوع الثالث من يولي اكسل جوينتس هو الباي كوندايلر او الموديفايد هينج اللي هو الني جوينت. ذا موفمنت از مينلي الونج وان اكسس بس ذير از اولسو ليميتد روتيشن زي الني جوينت، بيحصل فيه فليكشن واكستنشن وذ سلايت ميديال اند لاترال روتيشن. يبقى ادي انواع اليوني اكسل جوينت، حركه حوالين محور عرضي يبقى هينج زي الالبو، حركه حوالين محور طولي يبقى بيفوت زي الريديو النر والميديان اتلانتو اكسل، او حركه حوالين محور عرضي يضاف ليها سلايت روتيشن يبقى موديفايد هينج او باي كوندايلر زي الني جوينت. طيب خلصنا الباي اكسل، نيجي لليوني اكسل، نيجي للباي اكسل جوينتس. يعني باي اكسل يعني هنا الموفمنتس اوكر اراوند تو اكسيز، الحركه في محورين. اول نوع من الباي اكسل جوينتس هما الاليبسويد. الاليبسويد بنقول الاكزامبل بتاعها هو الريز جوينت. طب هو في الريز جوينت انا بعمل ايه؟ لو جيت شفت الريز جوينت هعمل ايه فيه؟ هعمل فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. يبقى في فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. اذا الحركه هنا في محورين متعامدين على بعض، ده معنى كلمه الليبسويد. فالموفمنتس هتبقى ايه؟ فليكشن اند اكستنشن، وايضا هلاقي ابدكشن اند ادكشن. يبقى الليبسويد جوينت هيحصل فيه فليكشن واكستنشن في محور، ابدكشن اند ادكشن في محور اخر، وبنقول ايكوندايل ارتكليتس ويد ان اليبتيكال ديبريشن. يعني هيبقى فيه جزء بارز مدور كده هيعمل جوينت مع منطقه منخفضه هلاليه الشكل او بيضاويه الشكل، هي الاليبتيكال ديبريشن. فده شكل البونز اللي بتدخل في الاليبسويد جوينت. الاكزامبل الشهير عندنا هنا هو الريس جوينت. نوع تاني من الباي اكسل جوينت اللي برضو الموفمنتس اوكر اراوند تو اكسيز الكوندايلويد جوينت. الكوندايلويد جوينت هنا هنلاقي تو كونفكس سيرفيسز، هنا شكل الارتكليتنج سيرفيسز مختلف شويه. تو كونفكس سيرفيسز يعني سطحين محدبين، articulating with two concave surfaces سطحين مقعرين. طب ايه الموفمنتس اللي هنا؟ الموفمنتس فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن، نفس الكلام. يبقى الفرق ما بين الكوندايلويد واللي قبله اللي هو الاليبسويد في الحالتين فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن. بس كان هنا الارتكليتنج سيرفيس كوندايل articulating with elliptical depression، لكن هنا في الكوندايلويد two convex surfaces articulating with two concave surfaces. طب ايه الاكزامبل بتاعها؟ metacarpofaryngeal joints اللي هما فين؟ metacarpofaryngeal joints اللي هما هنا بين المتاكاربلز اند فالنجيز اللي هما دول، او اللي هما دول اللي بنسميهم الناكلز. طب هو هنا انا بعمل ايه؟ فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن، فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن. اذا موفمنتس ان تو اكسيز بيربنديكولار تو ايتش اذر. طيب يبقى احنا عرفنا في الباي اكسيال الاليبسويد والكوندايل. في نوع ثالث بقى يفرق عن ايه؟ عن دول في ايه؟ ان هيبقى في نفس الموفمنتس بس هنزود له حته روتيشن. النوع الثالث ده بنسميه سادل جوينت، كونكيف وكونفكس سيرفيسز ارتكليت توجذر. برضو هنا الموفمنتس هتبقى ايه؟ فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن اند روتيشن او اوبوزيشن، زي الكارب وميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. هنا انا في الثامب بعمل ايه؟ بعمل ابدكشن وادكشن فليكشن واكستنشن، لكن لازم اعمل ايه فيه كمان؟ سلايت ميديا روتيشن. الميديا روتيشن ده اللي يساعدني ان انا اعمل الحركه اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي ايه؟ اوبوزيشن. لو ما عملتش في الثامب الميديا روتيشن لا يمكن اقدر اعمل الاوبوزيشن.
اذا هنا في الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب بعمل فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن وسلايد روتيشن فور اوبوزيشن. عشان كده هنسمي الجوينت ده ايه؟ سادل جوينت. سادل جوينت الاكزامبل الشهير اللي ما يتنسيش كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. يبقى عرفنا في الباي اكزيال عندنا ثلاث انواع. عرفنا النوع الاول اللي هو الاليبسويد جوينت في فليكشن واكستنشن وابدكشن ادكشن وبس زي الريس جوينت. النوع الثاني كان الكوندايلويد في نفس الموفمنتس وده هو الميتاكاربو فالينجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز. ثالثا عندنا السادل زودنا له شويه روتيشن ودي حاجه مخصوصه للثامب تو بيرفورم ذا اوبوزيشن فبيحصل فيه سلايد ميديال روتيشن. طيب النوع الثالث والاخير في السينوفيال جوينتس هم المالتي اكسل او البولي اكسل جوينتس. هنا ذا موفمنتس اراوند مور ذان تو اكسيز الحركه في اكثر من محورين. النوع الاشهر اللي يمثل البولي اكسل جوينت هو البول اند سوكت جوينت الكونفكس سفير ارتكليتس ويز كونكيف ديبريشن زي هنا في الهيب جوينت والشولدر جوينت. الاكزامبلز هنا واضحين جدا وما ننساهمش. الشولدر جوينت مفصل الكتف والهيب جوينت مفصل الحوض. هنا في الهيب جوينت الهيد اوف فيمر very strong convex structure بيدخل جوه concave structure في الهيب بون. يعني هيبقى عندي convex structure هيبقى عندي convex structure داخل جوه concave structure بالمنظر ده. convex structure جوه concave structure واسمه بول اند سوكت. بول اند سوكت بالعربي دي معناها الكرة والحق. جاية منين التسمية دي؟ جاية من لعبة البيسبول الامريكاني لما واحد كده ماسك عصاية وبيضرب الكرة واحد بقفاز قدامه بيحاول ان هو يمسك الكرة فمن هنا جت التسمية بول اند سوكت او الكرة والحق. زي ما قلنا كونفكس سفير ارتكليتس ويز كونكيف ديبريشن. ايه الموفمنتس اللي بتحصل هنا عند الكتف او عند الهيب جوينت؟ all types of movements flexion and extension abduction and adduction medial and lateral rotation وحركة مجمعة اسمها circumduction. يعني لما اجي اشوف كده في الشولدر جوينت ايه الموفمنتس اللي ممكن تحصل؟ الموفمنتس اللي ممكن تحصل عندي ايه؟ الموفمنتس اللي ممكن تحصل في الشولدر جوينت هي abduction and adduction flexion and extension medial rotation and lateral rotation. ولما اعمل الحركه المجمعه لكل الحركات دي بسميها circumduction. يبقى تاني movements of shoulder joint عباره عن abduction adduction flexion extension medial rotation lateral rotation circumduction. طب تعالوا نشوف الموفمنتس دي in the lower limb in the hip joint. in the hip joint ايه الحركات اللي هتكون عندي؟ هيبقى عندي abduction and adduction هيبقى عندي flexion and extension هيبقى عندي medial rotation لجوه lateral rotation لبره والحركة المجمعة بتاعتي هي circumduction. طيب فده الاكزامبل هنا هو البول اند سوكت جوينت. السؤال بقى هو ليه المفاصل دي بالذات هي اللي فيها اكتر انواع الحركات؟ بمنتهى البساطة لان مفصل الكتف ومفصل الحوض هما مفاصل التقاء الاطراف مع الجذع اماكن التقاء الابر لمب واللور لمب وذ ذا ترانك وبالتالي لازم نديهم اكتر مجال للحركة عشان تدي حرية حركة للاطراف في الاماكن المختلفة. ده النوع الاساسي للبولي اكسل جوينتس. في نوع تاني بنسميه ايه؟ بنسميه بلين جوينت. ان ذا بلين جوينت there is gliding flat articular surface يعني الاسطح اللي هتعمل جوينت مع بعض اسطح منبسطه او فلات والاكزامبل بتاعها هو الاكروميو كلافيكولار جوينت. احنا عندنا في الكلافيكل ادي كلافيكل وده جزء من السكابولا اسمه اكروميان بروسس ففي جوينت بين الكلافيكل والاكروميان بروسس اوف ذا سكابولا اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت. هنا الموفمنتس بتبقى least movable joints يعني هو دول اقل موفمنتس فيهم حركه slight movement in all directions bones slide on one another non axial joint. هنا ناخد بالنا من حاجه ان
ممكن الحركات تبقى في جميع الاتجاهات ولكن من غير اكسس واضح. هو ايه الفكره فيها؟ ان المفصل ده اللي هو الاكروميوكلافيكال جوينت ده بيعمل سلايد جلايدنج موفمنت، العظم بيتزحلق على بعضه عشان يساعد حركات الايه الشولدر جوينت، وبالتالي هو الليست موفبل، يعني تقريبا ما فيهوش حركه، وحتى الحركه اللي فيه نون اكسل ملهاش محور حركه واضح، بيحصل فيه سلايد موفمنت ان اول دايركشنز، عشان كده حطيناه بولي اكسل. ذا بونز سلايد اون رازا، يا دوبك العظمه تتزحلق على العظمه الثانيه لكن ما فيش مجال واضح للحركه. لكن لازم نفضل فاكرين ان الاهم في المالتي اكسل جوينتس هما البول اند سوكت جوينتس. يبقى قلنا المالتي اكسل او البولي اكسل مين دي بول اند سوكت، والنوع الاخر اللي بنضيفه هو البلين جوينتس. زي ما قلنا ممكن يكون عندنا هين جوينت يوني اكسل جوينت حركه في محور عرضي، ممكن يكون عندنا بيفوت جوينت حركه في محور واحد ولكن محور طولي، ممكن يكون عندنا بولان سوكت جوينت. البولان سوكت زي ما قلنا ده كونفكس ستراكشر داخل في كونكيف ستراكشر، ممكن يكون عندنا جلايدنج موفمنت زي البلين جوينت، يا دوبك العظمتين بيتزحلقوا على بعض من غير اكسس واضح للموفمنت. ذيس ار اكزامبلز للديفرنت جوينتس اللي شفناهم في ما تبقى من موضوع الجوينتس. نيجي نتكلم على الفاكتورز افكتنج ستابيليتي اوف جوينتس. ايه اللي بيخلي الجوين ده مستقر وثابت مش بيتخلع بسهوله؟ اول حاجه ذا شيب اوف ذا ارتيكولار سيرفيس، يعني شكل العظمه اللي داخله وبتشارك في تصنيع المفصل. يعني ايه؟ يعني لما الاقي كونفكس ستراكشر كبير داخل جوه كونكافيتي كبيره قوي، المفصل ده هيبقى ثابت. زي الهيب جوينت مفصل الحوض، الهيدو فيمر ده كونفكس ستراكشر كوره كبيره جدا داخله جوه كونكافيتي كبيره جدا. فلما يكون عندي كونفكس ستراكشر داخل جوه كونكافيتي عميقه، في الحاله دي الجوينت هيبقى ثابت جدا. مش كده ما نسمعش ان واحد جاله خلع في مفصل الحوض. انما لما نيجي مثلا في الشولدر، الكونفكس ستراكشر ده داخل جوه منطقه في السكابلا which is shallow ضحله، وبالتالي معنى كده ان مفيش proper alignment ما بين الكونفكس ستراكشر ده والكونكيف ستراكشر ده، وبالتالي سهل قوي ان الهيد اوف هيومرس دي تطلع من مكانها في السكابلا. مش كان نسمع كتير قوي ان واحد جاله خلع في مفصل الكتف، لكن very rare ان احنا نسمع واحد جاله خلع في مفصل الحوض. يبقى أول عامل بيساعد على استقرار الجوينت هو الشيب اوف ذا ارتيكولار سيرفيس. نمبر 2 ذا سترينث اوف ذا كبسول اند ليجمنتس، يعني كلما كان الكبسول قوي جدا وكلما كانت الليجمنتس قويه جدا اللي بتحيط بالمفصل، طبعا ده بيديله ثبات او استقرار. انما لو الكبسول ضعيف او في فتحات كتيره او الليجمنتس لو كانت ضعيفه، هذا المفصل هيبقى معرض كتير قوي ان يحصل فيه خلع. العامل الثالث the tone and action of the surrounding muscles، يعني لو المفصل ده محاط بمجموعة من العضلات القوية جدا هيبقى المفصل ده أكثر ثباتا، إنما لو حواليه بعض العضلات الرقيقة أو الصغيرة المفصل ده هيكون أقل ثباتا. The nerve supply to the joints بيوصل إزاي؟ هل المفصل بيحس؟ آه طبعا المفصل بيحس، في دليل على كده؟ آه طبعا في دليل. لو جبت واحد كده وقلت له غمض عينيك ومسكت ايده وتنيت مفصل الكوع، تتني وتفرده وتتني وتفرده، يعني جبت واحد كده تنيت له مفصل الكوع يتني ويفرد يتني ويفرد وهو مغمض، قمت قلت له قول لي بعد وانا واقف كده الكوع متني ولا مفرود؟ هيقول لي متني. اذا هو قدر يحس ان في حركه في المفصل او ان المفصل ده وضعه ايه، وبالتالي في نيرف سبلاي للجوينتس. ده كبسول اند ليجمنتس ار ريتش ان سنسي نيرفز، يعني كبسول الليجمنتس عندها وفرة من الأعصاب اللي بتحس الأحاسيس المختلفة. عندنا هيلتونز لو، هيلتون ده قال إيه؟ قال the nerve that supplies a joint also supplies the muscles moving the joint، يعني النيرفز اللي هتغذي المفصل هتغذي كمان العضلات اللي بتحرك المفصل، and the skin over the insertion of the muscle، وكمان هتغذي الجلد اللي فوق ال insertion of these muscles. ده هيلتونز لو. طيب نيجي نتكلم بقى على الليجمنتس او الاربطه بتاعه المفاصل. The ligaments are bands of dense regularly arranged connective tissue، يعني الاربطه عباره عن حزم
سميكة من ال regularly arranged connective tissue، يعني نسيج ضم مرتب بوضوح، that cross the joints، هتعبر المفاصل، and reinforce، هتدعم أو تقوي the articular capsule of the joint، يبقى الأربطة بتعبر المفاصل وبتقوي الكبسول بتاع المفصل. What are the functions of the ligaments؟ connect the bone، بتربط العظام مع بعض. Reinforce the joints، بتقوي وتدعم المفاصل. Contribute to joint stability، يعني هي اللي بتدي المفصل الاستقرار بتاعه. لو حصل تير، تمزق في الليجمنتس، these are referred as sprains، ده اللي بنسميه بالبلدي كده حصل جزع. نقول مثلا فلان رجله اتجزعت، ايه اللي حصل؟ الجزع ده عباره عن ايه؟ the ligaments are torn، حصل تمزق في الاربطه. The tears of the ligaments heal slowly، يعني التمزق غالبا الالتئام بتاعه بيبقى بطيء، لان الليجمنتس ار ريليتيفلي افاسكولار، يعني كميه البلاد فيسلز اللي بتغذي الليجمنتس نسبيا قليله جدا، واي منطقه ما بيوصلهاش البلاد بوفره مش هتلتئم بسرعه. ثانيا ذا تورن ليجمنتس بريديسبوز ذا جوينت تو ديسلوكيشن، يعني تمزق الاربطه قد يؤدي فيما بعد الى خلع في المفصل. كده نكون خلصنا قصتنا النهاردة عن الجوينتس، أتمنى أنها تكون كانت واضحة وثابتة ومفهومة بالنسبة لكم، وكده نكون خلصنا قصة الجوينتس، مع تمنياتي ليكم بالتوفيق وشكراً.